قال رئيس لجنة الثروة الغذائية في غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الأمين أن اللجنة بتشكيلتها الجديدة ستواصل العمل على تحقيق جملة من الأهداف بهدف تحقيق الأمن الغذائي في البحرين. وقد أوضح الأمين أن جذب الاستثمارات الخارجية في قطاع الزراعة وتشجيع إدخال التكنولوجيا المتقدمة في هذا القطاع سيكون من ضمن أولويات عمل اللجنة الجديدة، إضافة إلى تشجيع الشركات العاملة في الزراعة على الاندماج لتعزيز قوتها وتنافسيتها. وقد بيّن الأمين أن لجنة الثروة الغذائية تضم في عضويتها نخبة من الخبراء والعاملين في قطاع الزراعة وتجارة الأغذية، مشيرا إلى أن اللجنة ستضع برنامج عمل مكثف بهدف النهوض بهذا القطاع وتطويره وزيادة مردوده على الاقتصاد الوطني. أعلن مصرف البحرين المركزي عن تغطية الإصدار رقم 1712 من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة المملكة، وتبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار لفترة استحقاق 91 يوما تبدأ في 11 من يوليو الجاري. وبلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 3.94% مقارنة بسعر الفائدة 3.93% للإصدار السابق بتاريخ 2 من يوليو الجاري، وقد تمت تغطية الإصدار بنسبة 123%. بلغت كمية الأسهم المتداولة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع 23,395,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 4,600,000 دينار. المزيد من الأداء الأسبوعي لبورصة البحرين نتابعه في التقرير التالي. تداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع في بورصة البحرين أسهم 20 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 9 شركات في حين انخفضت أسعار أسهم 4 شركات أخرى، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق. واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع البنوك التجارية بقيمة أسهم متداولة بلغت أكثر من 2,370,000 دينار بحريني. أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الاستثمار، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 1,468,000 دينار بحريني بنسبة شكلت 31%. أما على مستوى الشركات فقد جاءت مجموعة جي اف اتش المالية في المركز الأول من حيث القيمة، وجاء في المركز الثاني في تعاملات بورصة البحرين لهذا الأسبوع بنك البحرين الوطني. نتابع الآن أسعار صرف دينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي قراراً بتطبيق نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح، والذي سيشتمل على أنظمة متكاملة للربط المباشر بين منافذ البيع والمحال التجارية مع نظام الاسترداد على مستوى الدولة ابتداء من الربع الرابع من العام الحالي. يأتي هذا القرار دعماً للجهود الحكومية في تطبيق دعم النظام الضريبي بكفاءة في الدولة، وبما يتوافق مع أعلى مستويات الجاهزية وأفضل المعايير العالمية في هذا المجال، كما أنه جاء لمواكبة نمو القطاع السياحي في الإمارات ولتعزيز مكانتها كوجهة عالمية ومقصد للسياح، حيث سيتم تطبيق نظام رد ضريبة القيمة المضافة والتي تبلغ نسبتها 5% من قيمة المشتريات الخاضعة للضريبة للسياح. توقع تقرير لبنك ستاندرد تشارترد أن تؤدي ارتفاعات أسعار النفط الأخيرة إلى أداء متفاوت بين الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط والدول المستوردة له. ورفع البنك توقعاته لنمو اقتصادات الدول الخليجية في العام 2018
من 2% إلى 2.3%، في ظل الاتفاق الأخير بين الدول المنتجة للنفط من داخل أوبك وخارجها على زيادة المعروض عبر تقليص نسب الالتزام بتخفيضات الإنتاج السابقة إلى 100% في النصف الثاني من السنة، وذلك بعد أن كانت نسبة الالتزام قد فاقت من نسبة 147% في مايو الأخير. وتوقع ستاندرد شارتر أن تؤدي تلك إلى دعم القطاعات النفطية في دول الخليج. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين، وفيها بعد قليل كريم. بعد انطلاقتها كتطبيق لنقل الركاب، تسعى لإطلاق خدمة لتوصيل الطعام في سبتمبر. توصلت شركة تسلا إلى اتفاق مبدئي مع حكومة شنغهاي لبناء مصنع سينتج 500,000 سيارة كهربائية سنويا، وذلك في خطوة جريئة يتخذها إيلون ماسك للتوسع خارج أمريكا. وسينافس إنتاج المصنع الجديد مصنع التجميع الوحيد التابع لها في الولايات المتحدة. وفي الوقت الذي تعكف فيه تسلا على إنشاء مصنع في الصين، يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعزيز تصنيع داخل بلاده. وتحذو تسلا حذو شركة هارلي ديفنسون في التوسع خارج الولايات المتحدة، مما يؤكد الحاجة الملحة لتحرك الشركات لتجنب الأضرار الناجمة عن النزاعات التجارية. ارتفعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي على غير المتوقع في شهر يونيو، رغم المخاوف من حرب تجارية شاملة بين الصين والولايات المتحدة، والتي هزت الأسواق في الأيام الماضية. وأظهرت بيانات البنك المركزي الصيني أن الاحتياطيات زادت ب1.5 مليار دولار في شهر يونيو إلى 3.1 تريليون دولار، مقارنة مع انخفاض بواقع 14 مليار دولار في شهر مايو. وكان نزوح رؤوس الأموال يمثل خطراً كبيراً على الصين في بداية عام 2017، لكن تشديد القيود الرأسمالية وضعف الدولار ساهم في الانتعاش القوي لليوان، مما دعم الثقة في الاقتصاد الصيني. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. أفاد مصدر مطلع أن شركة كريم لتطبيقات طلب سيارات الأجرة تجري محادثات لجمع ما يصل إلى 150 مليون دولار من مستثمرين قائمين لإطلاق خدمة لتوصيل الطعام في سبتمبر. وأجرت كريم تجارب على خدمات لتوصيل الطعام بعد أن أعلنت في فبراير استحواذها على مواقع رواند مينيو لقوائم المطاعم بسبب الطلب القوي على توصيل الطعام في الشرق الأوسط، لا سيما خلال أشهر الصيف في الخليج العربي. وقال المصدر إن الشركة التي مقرها في مدينة دبي قد تطلق خدمتها الجديدة كريم فود في باكستان في سبتمبر، ثم في الإمارات والسعودية ودول خليجية أخرى ومصر. وتملك كريم المنافس الرئيسي لشركة أوبر في منطقة الشرق الأوسط 24 مليون مستخدم مسجل في العديد من مدن الشرق الأوسط مثل دبي والرياض والقاهرة.